دي كانت من مباراة الزمالك وبيراميدز. نشوف الكرة من قريب، دي صعب. Esta situação الحالة ديت صعبة جدا. صعبة جدا ليه؟ الالتحام ممكن ما يكونش ظاهر جدا. الكرة ممكن ما تكونش كلها جوه الملعب. فعلا حالة صعبة جدا على الحكم ان احنا ناخد فيها قرار. حتى بالفار احنا حتى لما الحكم يبص في الفار في تقنية الفيديو عمرنا ما هنتأكد 100% ان الكرة كانت جوه الملعب او كان حصل التحام. فعلا كانت حالة صعبة جدا ان احنا ناخد القرار. اتفق معاك انها صعبة جدا، بس لو انت اللي في الملعب كان تقديرك ليها هيبقى ايه؟ ضربة جزاء ولا لا؟ انا ما كنتش هناك الحمد لله. بس هو في تلامس. ايه زي ما قلت بالظبط، حالة صعبة جدا. لو الكرة كانت جوه الملعب، لو كان الالتحام كان قوي فعلا ان هو يوقع اللاعب الخصم. في الحالات الصعبة ديت لازم دايما نسيب القرار للحكم. نحن بنتفرج من هنا من التلفزيون، حتى بنتفرج اكتر من مرة، بنعيد اللقطة اكتر من مرة، بنعيد الحالة اكتر من مرة من اكتر من زاوية، وبنتفرج عليها. واحنا بالنسبة لنا هنا بنقول ان هي صعبة. تخيل الحكم بيكون في الملعب باصص من زاوية واحدة بس، فلازم دايما نسيبها، بنسيب القرار للحكم، لان طبعا هي مش ظاهرة تماما. صح، بس احنا كنا بندي العذر زمان شوية للحكام لما كانش موجود الفار، بس دلوقتي وجود الفار خلانا نقول ان الحكام بقوا بيشوفوا زينا اللقطات. يعني هي الفار دلوقتي او تقنية الفيديو مساعدة جميلة جدا او مساعدة قوية للحكام، وزي ما شفنا في اكتر من قرار اتخذ بعد الرجوع لتقنية الفيديو، وساعد كتير تقنية الفار، ساعدت كتير في أكتر من قرار، لأن احنا نقدر نوصل لقرار عادل بالنسبة للفريقين.